ليلى العريشي عن اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة. اليوم كيف ما وعدتنا الوزارة بفتح حوار، فعلا تفتح حوار إلا أنه ما كانوش مخرجات. المهم اليوم نحن نحاول أن نجدد الثقة اللي صراحة كيحز في قلبي فين تلقى في لي كومونتير والمغرب هذا وشنو. والله لا مي أنا بغيت إن شاء الله في الأيام القليلة المقبلة من بعد ما نوصلوا لواحد الحل نرجع ونقول المغاربة راه باقي الخير في المغرب، ونقول المغاربة باللي راه باقي الناس اللي نزهاء واللي كيخدموا هذا الوطن، ونقولوا للمغاربة باللي راه المغرب فوق كل اعتبار. كنتمنى هادشي اللي كنتمناه، وكيف ما سميتو راه كيف ما لاحظتوا نحن ننطلق بحسن نية الى ان يثبت العكس. ايه ماشي شككنا حنايا في نهار كنا كنجيبوا الخروقات وكنجردوها كنجيبوها بالحجه والدليل وبالبرهان، ولهذا اليوم خرجنا وما يمكنش نقولوا شي حاجه من غير انه راه ما كانش كان حوار جاد، محاوله فهم الاطراف لبعضياتهم، ولكن حنايا المطالب ديالنا هي المطالب اللي انطلقنا منها النهار الاولاني واللي ما لازلنا متشبتين بها. وان شاء الله نتمنى في المره الماجيه نجي نقول لكم راه لقينا الحل ونقول لكم راه المغرب زوين بزاف. بالنسبه للناس اللي كيقولوا لكم انكم بايعين الماتش اليوم، سمعنا كاين تفريق بين التنسيقيه والجنه. لا شوف، هي التنسيقيه ديال الدار البيضاء كانت ممثله، كان معنا واحد من المنسقين ديال الكازا، وحنا يد وحده شتي لداخل. لربما كان هناك من يحاول البحث عن اختلاف، الا اننا كلمه واحده ولا نتزحزح عن مواقفنا. راه شوف، راه التاريخ يسجل، حنا يكفينا اننا ندخلوا للتاريخ من ابوابه الواسعه، يكفينا اننا نكتبوا في التاريخ باننا ناس ناضلوا على كلمه حق، هذا الشيء كيكفينا. ما كاين حتى شي خلاف في الداخل ديال اللجنه الوطنيه، وكل شيء كيتخاد في اطار زعما واحد طريقه زوينه من الديمقراطيه. وما تنساوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.